مشاهدينا اهلا بكم. مشهد جديد نطل منه على اهم متغيرات على الساحه الدوليه والعربيه من خلال وجهه نظر مختلفه هنا في المشهد. لا يكاد يمر يوم تقريبا الا وتحدث العديد من الانتهاكات داخل الاراضي المحتله الفلسطينيه من قبل سلطات الاحتلال. هذا الأمر لم يتغير منذ عشرات الأعوام، بل لم يتوقف منذ عام 1948 حتى الآن عن استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم الجماعي. وهذا الأمر مستمر على الرغم من تغير الحكومات، تبدل السياسات، إلا أن سياسة التهكير والهدم وإرغام الفلسطينيين على ترك منازلهم من أجل توطين والاستيطان لليهود مستمر حتى الآن. ماذا عن هذه السياسات المستمرة في الأراضي الفلسطينية على الرغم من المواثيق الدولية في هذا الإطار، خاصة أوسلو 2؟ ماذا عن موقف المجتمع الدولي؟ ماذا عن مستقبل عملية السلام المتوقف؟ ماذا عن مستقبل الفلسطينيين الذين يخرجون من منازلهم في هذه المرحلة؟ ماذا عن الأمر برمته؟ بالتأكيد هناك عشرات الأسئلة التي تدور في الأذهان حول القضية المستمرة والقائمة والتي نفتحها دوما للحديث. دعونا نلقي الضوء على المشهد في الأراضي الفلسطينية مع ضيفي وضيفكم الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أسامة. أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمح لنا أننا نبدأ الحوار لكن بعد الاطلاع على هذا التقرير اللي بيعرض لأهم الجوانب والمستجدات في المرحلة الحالية حول موضوعنا اليوم. تأكيد. إلى التقرير. تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسجد الإبراهيمية رفضا لتنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية حفر بهدف شق طريق وإقامة مصعد في ساحات الحرم، حيث ردد المشاركون في الوقفة هتافات تدعو إلى وقف هذه الاعتداءات والممارسات العنصرية، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تندد بهذه الممارسات. وقد دعا الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك إلى التصدي لمشاريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية في المسجد الإبراهيمي، موضحا أن سلطات الاحتلال تنوي الشروع بعمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين المسجد الإبراهيمي في الخليل، ما يعني الاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، ما يشكل اعتداء صارخا جديدا على المسجد الإبراهيمي وانتهاكا واضحا للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. من جانبها شددت حركة فتح على أهمية التحرك داخليا ودوليا من أجل وضع حد لممارسات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على الحرم الإبراهيمي. يأتي ذلك في الوقت الذي هدمت فيه سلطات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب ومنعت الفلسطينيين من التواجد في محيط المنزل الذي تعود ملكيته لشقيقين ويؤوي 12 فردا، وأجبرت العائلة على تفريغ محتوياته قبل أن تباشر بهدمه. في السياق ذاته ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن 7 أشقاء أجبروا على هدم منازلهم بأيديهم بالقدس، وتم تشريد نحو 40 فلسطينيا وهدم 3 منشآت تجارية في محافظة جنين، بالإضافة إلى استمرار قوات الاحتلال في تجريف أراضي المتواصل في قرية كيسان شرق بيت لحم لأغراض استيطانية توسعية وغيرها من الاعتداءات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال لم تتوقف منذ عام 1948 عن استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم الجماعي، مشيرة إلى أنه لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب سلطات الاحتلال بمستوطنيها وأذرعها المختلفة جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله. أهلا بكم مجددا. في إسرائيل تغيرت الحكومات ولم تتغير السياسات، فمن يمين إلى يمين متطرف لم يفرق الوضع كثيرا، لكن ماذا عن التوجه الإسرائيلي في هذه المرحلة بشكل عام؟ السؤال لدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ضيفي الكريم. أهلا وسهلا. أهلا بك. الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ أن تأسس بشكله الحالي هو قائم على فكرة الطرد والإحلال والإجلاء للشعب الفلسطيني، وهو ليس
كالاحتلالات السابقة أو الاحتلالات المختلفة التي انتشرت في العالم لها دول وتعود إلى هذه الدول. عندما تقوم بريطانيا مثلا باحتلال مصر في عام 1882 تحتل مصر، تنهب ثروات مصر ثم تعود إلى إلى دولتها. لكن هذا الاحتلال أين سيذهب؟ هذه جماعات جاءت من شتى أصقاع الأرض واجتمعت في فلسطين وأقامت كيانها المزعوم الاحتلال الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي. ثم بالتالي ما في حل بالنسبة لها إلا أن تواجه الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية، بالإبادة الدائمة التي نراها بشكل يومي ومتكرر، سواء بقتل، سواء بهدم منازل، سواء بطرد، سواء بتهجير. الذي جرى في عام 48 هو الذي يجري كل يوم ولكن بشكل متقطع وبشكل جزئي. في عام 48 هاجر من الشعب الفلسطيني أكثر من نصفه، يعني 950 ألف فلسطيني في ذلك الوقت هاجروا من فلسطين هربا من الاحتلال الإسرائيلي وهربا من الموت والقتل. الذين وقعوا تحت الاحتلال الإسرائيلي قتلوا في مجازر، منها مجزر الدير ياسين، كفر قاسم، غيرها من المجازر، وصولا إلى صبرا وشتيلة. وبالتالي نحن نتحدث عن المجازر بشكل دائم، إما أن يموت الفلسطيني بمجزرة أو يموت قتلا أو يتم اعتقاله أو يتم طرده من الأرض ويتم منعه من العودة إلى الوطن. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الشكل الأيديولوجي الذي يعني يصنع نفسه فيه، سواء كان يساريا أو كان صهيونيا كما يقول صهيوني يساري، أو الأحزاب الوسطية أو حتى الأحزاب اليمنية أو حتى الأحزاب اليمين المتطرف كما الآن يقود الاحتلال الإسرائيلي اليمين المتطرف بقيادة بنت. الحقيقة أن كل هذه الأحزاب تجتمع بشكل أو بآخر على أن الفلسطيني يجب أن لا يعيش في هذه الأرض. هي سياسات واحدة في النهاية، هي سياسة واحدة تختلف الشد وعمليات الشد وعمليات الجذب في الموضوع، ولكن بالمجمل هي سياسة واحدة. لا يمكن أن يعطوا الشعب الفلسطيني دولة على حدود عام 67 إلا بالضغط الدولي عليها. لا يمكن أن يقبلوا بأن يكون هناك كيان مستقل للشعب الفلسطيني إلا بإجبار هذا الاحتلال من خلال المجتمع. طيب احنا نعود للضغط الدولي أو مجتمع دولي، لكن اسمح لي أننا نتساءل، إسرائيل بتقوم بهذه الممارسات تحت أي نوع من أنواع الحجج الدولية؟ خاصة أن معروف أن منطقة المناطق اللي بيتم فيها هذه الممارسات فيها هذه المرحلة هي المصنفة جيم ألف ب جيم وجيم مخصصة للفلسطينيين في هذه المرحلة، يتم الإخراج تحت أي ذريعة؟ وهنا في نقاط في أسلو 2 بتنص على هذا التقسيم وبتحميه أنه مفترض. هو الحقيقة أن هذه الأراضي كلها، أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، هي ضمن الأرض التي احتلت عام 67. نعم. وهي لا تشكل بالمجمل مساحة 22% مساحة من مساحة فلسطين، وهي بالمجمل أيضا لا يعني فقط 6000 كيلومتر تقريبا، 6000 كيلومتر مربع. الحقيقة أن هذه المنطقة قسمت إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى، وهذا وفقا لاتفاق أوسلو أولا وثانيا، اتفاق أوسلو قسم هذه المنطقة إلى مراحل. المرحلة الأولى وهي مناطق ألف التي ستحكم السلطة الفلسطينية فيها وتقام عليها لتجمع كل المواطنين، المدن الرئيسية تسمى المدن الرئيسية وبعض القرى الكثيفة السكان المتجمعة فيها بشكل كثيف في محيط المناطق السكنية المكثفة. وبالتالي تم تسليم هذه المناطق، ولن تكن في ذلك الوقت مساحتها أكثر من 13% من مساحة الضفة بشكل عام وقطاع غزة. الأراضي الفلسطينية المفروض أو المزمع أن تقام عليها الدولة الفلسطينية. بعد ذلك في مفاوضات 95 في طابة، ثم في مفاوضات واي ريفر، تم الاتفاق مؤخرا في ذلك الوقت على أن يكون يضاف عليها المرحلة ما تسمى منطقة بي، ومنطقة بي كانت بالمجمل تصل إلى أكثر من 40%. الاحتلال الإسرائيلي لم يسلم منها أكثر من 20% بالمجمل، وأصبحت كل 20% أو حتى 18% بالدقة أصبحت منطقة ألف، والباقي 20% منطقة ب. ثم منطقة جيم أصبحت 60%، يقالوا منطقة مختلف عليها، خلينا نتفاوض فيها في الوضع النهائي. هذه المنطقة تقام عليها المستوطنات، مدينة القدس الشرقية، الطرق الالتفافية، المناطق تسمى محميات طبيعية،
كل هذه المناطق أو القرى القريبة من الحدود التي تسمى حدود 67 أو الخط الأخضر في الضفة. هذه مناطق جيم. في عام 2017 عندما جاء ترامب بخطته الجديدة أو صفقته، هي بالأساس هي خطة نتنياهو، لأن نتنياهو كان يرفض بالمجمل التفاوض على الحدود. عندما ذهب القيادة الفلسطينية، ذهب الرئيس الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وحصل على اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 في قرار 1967 الذي صدر في 2012 بأن يكون حدود دولة فلسطين عام 67، هي الحدود الدولية التي ستصبح حدود دولة فلسطين. رفض نتنياهو التفاوض على الحدود بشكل مباشر، رغم ذلك تدخل جون كيري في ذلك الوقت وزير الخارجية الأمريكية، وجرى اتفاق على أن يبدأ المفاوضات لمدة 3 شهور على الحدود ثم ينتقلوا إلى الملفات الأخرى. والحقيقة إذا رسمت الحدود في تلك الفترة انتهت المشكلة. أنا أعتقد أن 90% من الأزمة يعني في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذا رسمت الحدود أو تم الاتفاق على الحدود، سيكون هناك دولة فلسطينية في داخل هذه الحدود، وكل المستوطنات سيتم الاتفاق عليها بالتفكيك كما جرى في مثلا في مستوطنات سيناء عندما أقيمت يميت وغيرها من المستوطنات الإسرائيلية، تم تفكيكها لاحقا. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يتفاوض على هذه الحدود، تسويف. لذلك جاءت فكرة صفقة الأطراف. نتنياهو الذي كان يحكم في ذلك وأضاع 9 شهور كاملة من المفاوضات دون أن يتفقوا على الحدود، حتى ما قبله يعني في عهد عندما كان أيهود أولمارت، ثم ما قبله كان أيهود باراك أيضا، جميعهم رفضوا التفاوض على رسم الحدود لأنهم يعتبرون هذه المناطق مناطق أمنية خطيرة بالنسبة لهم، ولا يريدون دولة فلسطينية لا كاملة السيادة ولا محدودة السيادة ولا منزوعة السلاح، ولا حتى يريدوا كيان سياسي، لأن الكيان السياسي له استحقاق، يعني اليوم أو غدا له استحقاق سياسي، له أجواء، والأجواء السيادية هذه يجب أن تقوم عليها الطائرات وتهبط عليها الطائرات المدنية، يجب أن يعني يكون لها استقلال، ممرات دولية، يجب أن يكون لها حدود دولية، يجب أن يكون لها يعني نتحدث عن فضاء دولي، سواء في الجو، سواء على المستوى الكهرومغناطيسي، على كل أشكال الفائدة، المستحقات السيادية للدول يجب أن تكون للشعب الفلسطيني. دكتور أسامة، لم تمر فترة طويلة على ما حدث في غزة منذ الأحداث السابقة التي اشتعلت، وبعدها تم توصل عن طريق التدخل إلى تهدئة. هل من المتوقع أن تزداد الأحداث عنفا في الأيام القادمة من خلال ما نراه من سياسة الجانب الإسرائيلي من وجهة نظرك؟ يعني أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يعني حقق ما يريده في عهد نتنياهو. نتنياهو كان يريد من هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني أن يستمر في حكمه، لكنه فشل، وبالتالي ليست معنية حكومة الاحتلال الآن التصعيد مع غزة ولا فتح جبهة غزة، طالما أن الأمور كما هي، لأنه هو يريد أيضا أن يرتب أوضاعه الداخلية بنت، ويريد أن يستمر أطول فترة ممكنة في الحكم وفي هذا الائتلاف حتى تستقر الأوضاع. على الجانب الآخر، حتى في حركة حماس لا أعتقد أن لديها الاستعداد أو لديها الرغبة أيضا أن تدخل في معركة جديدة أو تهاجم الاحتلال بأي شكل كان، إلا إذا كان هناك ما يجبرها على ذلك، لكن بتصور أن لن تكون هناك حرب في الفترة القادمة أو عدوان. لن تشتعل الأحداث، لن تشتعل على الأقل خلال العام الحالي على الأقل. مرة أخرى نعم، اسمح لي أن نستقبل معنا هذا الاتصال الهاتفي من دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز رامل لدراسة من رمال دراسات من رمال. أهلا بك يا دكتور أحمد. لا يمكن إتمام هذه المكالمة. دكتور أحمد، طيب احنا فقدنا الاتصال الهاتفي، الى ان يعود مره اخرى اسمحوا لنا باستكمال الحوار مع ضيفنا الكريم دكتور اسامه شعث، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. السؤال اللي بيفرض نفسه في هذه المرحله، اين المجتمع الدولي من ما بعد محاولات التهدئه السابقه بعدما اشتعلت الاحداث في الفتره الماضيه، من اعاده الحوار مرة أخرى والعودة لمائدة المفاوضات، على الرغم من أن هذه الخطوة صعبة النال في هذه المرحلة؟ أين المجتمع الدولي عامة مما يحدث في الأرض؟ يعني خلينا نكون واضحين أكثر، المجتمع الدولي ينقسم ما بين الموقف الأوروبي بمجمله، وهو دائما ما يسمى الممول الاقتصادي لعملية السلام، والولايات المتحدة
الراعي السياسي والراعي الرسمي لعملية السلام. الولايات المتحدة منذ أن جاء بايدن بدأ يعيد العلاقات التدريجية مع القيادة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني بإقراره إعادة بعض المساعدات للشعب الفلسطيني، التزامه بأن يكون هناك علاقات طبيعية مع وجد وفود على رام الله والتقوا بالرئيس الفلسطيني وبالقيادة الفلسطينية، بدأت الوفود الأمريكية تأتي. طيب اسمح لي أن احنا نتوقف عند هذه النقطة دكتور أسامة مرة أخرى، يبدو أن احنا لدينا الاتصال مرة أخرى مع دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس من رام الله. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا دكتور أحمد، من وجهة نظرك ماذا الذي تستهدفه الحكومة الإسرائيلية من الأحداث الأخيرة في هذه الأيام بالنسبة لأي موضوع سيدي؟ نعم بالنسبة لأي موضوع، يعني أي أحداث؟ هذه الأحداث بإخراج الفلسطينيين من بيوتهم مرة أخرى، الوصول لتجريف الأراضي من جديد، إجبار بعض الفلسطينيين على هدم بيوتهم بأيديهم، كيف ترى هذه الأحداث القديمة الجديدة في نفس الوقت؟ نعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية واليمينية المتطرفة طيلة الوقت على فكرة، يعني حكومة بنت لبيد هي حكومة يمين اليمين، يعني يمين على يمين نتنياهو حقيقة، وبالتالي هي تعميق وتعزيز للرؤية اليمينية القائمة على تغيير معادلة الصراع الفلسطيني، بمعنى التهجير، بمعنى التهويد، بمعنى الأسرج، بمعنى تغيير حتى إحراج السلطة الوطنية الفلسطينية وحشرة في الزاوية ونزع الشرعية عنها. ما يجري في القدس بالذات، ما يجري في القدس بالذات هو عملية تغيير ديموغرافي عميق ليست هادية. في السنوات الأخيرة، السنوات السابقة كانت أمور يعني تهجير هادئ ناعم لا ينتبه إليه العالم. الآن بعد أن أصبح اليمين هو المركز، هو الذي يقود الحكومة والمجتمع والإعلام والقضاء والشرطة وكل شيء، الآن اليمين يكشر على أنيابه ولا يعتذر ولا يحاول أن يقدم نفسه لطيفا ولا يحاول حتى أن يعني يجنب العالم من أجل تزيل رؤيته للمسألة. لذلك اليمين الإسرائيلي المتطرف كما قلت، يعني هوامش المجتمع الإسرائيلي هي التي الآن تحكم المجتمع نفسه، أقصد المتطرفين، الحريدين، المستوطنين، الصهيونية الجديدة المتطرفة اللي هي عملية أكثر عنفا وأكثر انكشافا، هي الآن تحاول أن تضع القوانين الجديدة بمعنى التهجير العلني، التغيير الديموغرافي العلني، القبضة الحديدية العلنية، وفي القدس بالذات مرة أخرى أعود في القدس، القدس عمليا يتم تهويد الأقصى واختطافه وتغيير النظرة له وتحويل كل ما هو كانت إثنائي أصبح عاديا، بمعنى الاقتحام صار عادي، الحفر صار عادي، التهويد صار عادي، التهجير صار عادي، تسريب العقارات صار عادي، وبالتالي كما قلت يعني هذا الامر ما كان استثنائيا اصبح عاديا، وتم تخدير الوعي حتى الفلسطيني للاسف، وتخدير الوعي العربي لم يعد المقدس كما كان يثير الروح والوجدان، اصبح الامور سهله، والان بالعكس حتى يعني دكتور احمد كيف يشرعن، كيف يقوم كيف تقوم سياسه الاستيطان التي يتخذها الكيان الصهيوني بشرعنه ودعم وتمويل هذا الاستيطان في هذه المرحله والتهرب من المواثيق الدوليه؟ الدولي عمليا ليس متراخيا، وانما يغمض عينيه. اصلا ما يجعل اسرائيل تتمادى في هذه السياسه هو ان العالم المجتمع الدولي لا يبدي الحساسيه الكامله ولا الحساسيه المطلوبه، وحتى نكون ايضا واضحين وصريحين، المجتمع الدولي عندما نتحدث عنه هو المجتمع الاستعماري اصلا اللي صنع اسرائيل. المشكله هنا ليس المجتمع المدني اللي المجتمع الدولي، المساله هنا ايضا الاقليم، اتحدث عن الاقليم بكامل الاسف، الاقليم العربي ايضا والمحيط عمليا ايضا يعني لم يعد يهتم، لم يعد ياخذ الامر على محمل الجد، لم يعد يقدم ما يجب ان يقدمه في هذا المساله. نحن نتحدث هنا عن مكان مقدس للمسلمين في كل العالم، وهذا المكان مقدس للمسلمين في العالم يتم اهانته يوميا، وكما قلت يعني صار هناك تخدير الوعي، لان اسرائيل كل يوم بتقتحم المسجد الاقصى، كل يوم بتحاول تسرب مع عقار جديد في القدس، وعندما اقول القدس اقول داخل الاسوار، يعني مش برا الاسوار، مش في سلوان، اتحدث عن القدس القديمه، القدس الاسوار القديمه، اصبح عادي، كل شيء عادي. لذلك المجتمع الدولي
يغمض عينيه ولا يردح إسرائيل. المحيط محيط العربي أكثر، المنطقة العربية أيضا تفقد الاهتمام لأسباب كثيرة جدا أنت تعرفينها، وبالتالي إسرائيل تستفرد بالقدس. القدس حتى نكون أيضا واضحين، ربما أضع الجملة فيها نوع من الحدة، القدس الآن وحيدة عارية وحافة القدمين، فقيرة محاصرة، والإسرائيلي يفعل بها كما يريد للأسف. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس متحدثا من رام الله، شكرا لك على المداخلة. أعود لضيفي الكريم دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وكان الحديث قد وصل بنا إلى الجهود التي تبذل من المجتمع الدولي في هذه المرحلة، والحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول كوسيط سياسي في هذا الحوار. نعم يا دكتور أسامة، كنا تحدثنا عن جهود الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وكنت قد ذكرت لي زيارة الوفد الأمريكي بالأمس في إطار مساعي الأمريكية الحالية. يعني هناك حراك أمريكي، ولكن ما زال هذا الحراك يعني في إرهاصاته الأولى يعني وبدايات محدودة، حتى الآن ليس هناك تطورا كبيرا فيه، ولكن في هناك عودة تدريجية للعلاقات الفلسطينية الأمريكية لكسب الثقة. الفلسطينيون يعني فقدوا ثقتهم بالإدارة الأمريكية، القيادة الفلسطينية، وأعلن رئيس أبو مازن لن نعود إلى المفاوضات في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، وأيضا حتى وضع خطته في المجلس الأمن الدولي، وكلنا يعلم في عام 2019 و2020 أيضا كرر مطالبته لأن يكون هناك رعاية دولية للمفاوضات، وهي الحل الأمثل برأيي، وأنا شخصيا من أنصار هذا الرأي، رأي القيادة الفلسطينية، رأي الرئيس أبو مازن، في أن ضرورة أن يكون هناك رعاية دولية. لماذا رعاية دولية؟ على غرار مثلا المفاوضات إيران مع 5+1، وبالتالي نريد رعاية دولية، لأن الولايات المتحدة بالأساس أو بالمجمل هي راعية حصرية للاحتلال الإسرائيلي. الأسلحة التي تطلق على أطفال فلسطين هي أسلحة أمريكية وصناعة أمريكية وبدعم أمريكي، الضرائب التي تجمع من المواطن الأمريكي تجبى وتحول إلى دعم الاحتلال الإسرائيلي ودعم الكيان الإسرائيلي والمستوطنات، وبالتالي عندما نذهب إلى حقوق الإنسان، مؤسسات حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، نذهب إلى الجنائية الدولية، نذهب إلى المؤسسات الدولية ونصدر قرارات هناك، نتفاجأ بأن الموقف الأمريكي يقف، بيحاول أن يقف بالمرصاد لهذه القرارات، ويحاول أن يعرقل ويعطل إصدار هذه القرارات بهدف استمرار الاحتلال وبهدف رفع العقوبات عنه، لأن عندما تضع شركات مثلا المستوطنات الإسرائيلية تضعها في القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الإنسان ويعني تقوم بدعم الاحتلال الإسرائيلي، هي تجاوز خطير. تريد الولايات المتحدة أن لا تضع أسماء شركاتها، أن لا توضع أصلا هذه القائمة حتى يستمر عملية الاتصال مع المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي نحن نتحدث عن إدارة غير نزيهة. الإدارة الأمريكية ما زالت منذ عام 48 تدعم الاحتلال الإسرائيلي، حتى في رعاية المفاوضات كانت مسبقا لديها التزامات، وكانت الرؤساء الأمريكان مسبقا ما قبل ترامب كانوا يتعهدون للقيادة الفلسطينية بضرورة أن يكون هناك دولة في حدود 67. الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش أعلن بصراحة حل الدولتين، وأطلق مبادرة خطة الطريق، والتي توافقت مع الرغبة الدولية ومع مبادرة السلام العربية ومع اللجنة الرباعية الدولية، لكن لم يتم تنفيذها بفعل مماطلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي. الآن عندما جاء ترامب ألغى هذه الفكرة، ألغى خطة الطريق التي حتى استمر عليها أوباما، يعني بشكل أو بآخر حاول أن يسير عليها وحاول أن يرسم الحدود وأن يطلق المفاوضات في خطة كيري التي قلنا عليها قبل قليل في موضوع الحدود أولا، لكن مع ذلك لم تلتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي. إذن ما هو المطلوب من الشعب الفلسطيني؟ هل يستمر إلى مدى الحياة ينتظر المفاوضات والإدارة الأمريكية أن تقول نريد أن نتفاوض وأترك الفلسطينيين والإسرائيليين يتفاوضون معا والنتائج هي على الأرض، بينما الاحتلال الإسرائيلي يعني يأكل الأخضر واليابس في الأرض، يهود بشكل مخيف جدا في مدينة القدس. مدينة القدس الآن تهود كما ذكر الضيف قبل قليل، وهي ليست خفية على أحد، الجميع يعلم تهود بشكل واضح. المواطن الفلسطيني يعني يخرج من بيته
يتسوق يعود لا يجد بيته، يجد مستوطنين فيه. لذلك تحرص العائلات الفلسطينية على أن يبقى نصف المنزل في الداخل ونصف المنزل يحتفلون في الخارج أو يذهبون يتسوقون أو يسافرون. لا يجب إغلاق المنازل، المنزل لو تم إغلاقه والخروج منه لمدة ساعة يعودون يجدون أن المستوطنين دخلوه بشكل عنوة وبشكل أو بآخر وبحماية عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي. نرى في الشيخ جراح محاولات خطيرة جدا، في سلوان، في الكثير من الأحياء والمناطق التي حاول الاحتلال الإسرائيلي، حتى في الخان الأحمر قبل ذلك حاولوا هدم الخان وتوسعة مدينة القدس وإغلاق الخط الشرقي مع الخط الغربي بحيث أن تتم فصل كل إمكانية إقامة للدولة الفلسطينية، يتم فصلها تماما. إمكانية إقامة الدولة على حدود 67 تصبح من المستحيل إذا ما استمرت عملية الاستيطان بهذه الطريقة. الآن المطلوب من الولايات المتحدة إذا أرادت فعلا أن تستمر في هذه الجهود الدولية وأن تكون أن تعيد دورها الحقيقي. وبالمجمل الولايات المتحدة كانت قبل وقت يعني قبل وقت قريب، لا أريد أن أقول منذ عام 1990 حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة هي التي تتفرد في كل القضايا الدولية وهي القوة العظمى الأولى، وهي ما زالت. لكنها استنادا إلى نظرية أوباما عندما جاء قال لك القيادة من الخلف اللي هي القوة الذكية، نظام القوة الذكية. نريد أن يكون لنا قوة إقليمية في العالم هي التي تساعد الولايات المتحدة على تنفيذ خططها وأن تكون هي الدولة القوية المهيمنة. هناك متغيرات دولية صحيح، هناك روسيا تعود بقوة، هناك الصين موجودة بقوة، وربما تفشل الفكر أو الخطة الأمريكية، لكن هذا لا يعنينا. نحن كشعب يريد أن يستقل. كل ما على ذكر القوة الدولية، الفترة الماضية شهدت العديد من الاتفاقات الاقتصادية بين الدول العربية وبين الجانب الإسرائيلي. نعم. تتضمن تعاون في اتجاهات عديدة، اعتراف بالوجود الإسرائيلي بشكل أو بآخر. البعض كان بيعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات قد تقود تحديدا في الجانب الاقتصادي إلى وجود عنصر ضغط على إسرائيل لبدء الوصول لتسوية بشكل أو بآخر. يعني أنا أعتقد أن هذه ربما تكون غير صحيحة. يعني بالمجمل الاحتلال الإسرائيلي ليس من الغباء، الكيان الإسرائيلي ليس غبيا إلى هذه الدرجة أن يقوم بفتح علاقاته. في هناك نظرية وأنا أريد أن أقولها ربما تكون يعني خطيرة بعض الشيء عندما ليس الجميع يعني يسمعها بنفس التحليل بتاعه. هناك رؤية كانت في الاحتلال الإسرائيلي يجب أن نطبع مع الدول العربية حتى ننتشر ونضع القضية الفلسطينية وبالتالي تذوب القضية الفلسطينية، وعندما نأتي إلى الحلول النهائية يصبح الفلسطينيين بدلاء للاجئون اليهود الذين هربوا من مصر والذين هربوا من اليمن والذين هربوا من العراق والذين هربوا من أنحاء الوطن العربي. يصبح الفلسطينيون مواطنين بدلا منهم، وبالتالي هؤلاء لهم أملاك في الوطن العربي. وطالبوا بالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي طالب في غير مرة باسترداد أملاك الغائبين اليهود الذين ينتشرون في الوطن العربي، تمام، الذين خرجوا أباهم في الوطن العربي. هذه أولا. الرؤية الثانية لدى الاحتلال الإسرائيلي تقول لا نريد التطبيع. شارون كان من أنصار رفض التطبيع مع العرب مطلقا ورفض فتح العلاقات مع العرب، لأنه حذر أيهود باراك في عام 99. كان شارون معارضا وبراك كان ذاهبا إلى مفاوضات كامب ديفيد 2000 مع ياسر عرفات في الولايات المتحدة برعاية بيل كلينتون. قال له بالحرف في المحاضر الاجتماعات التي خرجت وتسربت فيما بعد، قال له يعني براك، أيهود براك، لا تذهب إلى السلام، لو وقعت سلام مع الفلسطينيين ستفتح أبواب الدول العربية وسنذوب بين 400 مليون عربي. نحن 5 مليون يهودي سنذوب بين 400 مليون عربي. اقتصاد، سيأتي الأثرياء العرب ويشترون يافا وتل أبيب ويشترون ويتملكون ويستثمرون ونصبح نحن أقلية في وطننا. هذا بالنسبة لتفكيره. لذلك هذا التفكير موجود. ربما أنا لا أريد أن أقول أن هناك في تفكير عربي استراتيجي بهذه الآلية والوضعية أنه فتحوا العلاقات لتحرير القدس
وأنا لا أدري هل ما هو طبعا التفكير العربي خلف هذا دكتور أسامة، لكن دائما ما يقال على أن المصالح الاقتصادية قادرة على تحقيق ما لا يمكن أن تحققه السياسة، فكرة تصالح المصالح كما نطلق عليها. لكن أنا لا أنا 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 ذكرت هذا الخيارين هذين السيناريوهين بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لكن ماذا عن العرب؟ لا يوجد، أعتقد أن هناك لا يوجد سيناريو واضح، سيناريو واضح، ولا توجد خطة استراتيجية عربية متفق عليها أن يكون هناك ذهاب إلى الانفتاح في العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل هنا خطة مبادرة السلام العربية. نعم، فتفضل نفذها أيها الاحتلال الإسرائيلي. كيف ترى الفترة القادمة بالنسبة للداخل الفلسطيني؟ دوما ما كنا نتحدث عن فكرة رأب الصدع في الداخل الفلسطيني، لما الشمل الفلسطيني كخطوة أولى للدخول في أي حركة المفاوضات أو إعادة الأمر لبائدة المفاوضات من جديد. نعم، أولا يعني أي عملية مفاوضات يجب أن تجري بين شعبين أو بين دولتين أو بين كيانين، لا يجب أن يكون هذا الكيان ضعيف أو هذا الكيان قوي على حساب الآخر. ما يجري في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن الطرف الفلسطيني بكل المعايير ضعيف، كان يستند عندما ذهبنا إلى المفاوضات في عام 88 كان يستند إلى عدة محددات. المحددات الداخلية الفلسطينية كانت نقطة ارتكاز رئيسية للقيادة الفلسطينية والرئيس عرفات في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى كان يستفيد من المعارضة الفلسطينية وكان يريد معارضة، وهذه المعارضة كانت موجودة ونريد أن تكون معارضة قوية حتى يكون تصويب للمسار الفلسطيني في حال لو القيادة الفلسطينية ضغط عليها أكثر من اللازم، كان يستشهد ياسر عرفات في هؤلاء المعارضة، ولكن بشكل الانقسام الحالي هذا كارثي، أمر كارثي. لذلك يعني النقطة أو المرتكز الرئيسي في أي عملية مفاوضات الوحدة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الداخلية الفلسطينية. ثانيا الجبهة العربية، باعتبار أن الأمة العربية سند وظهير استراتيجي، وتحديدا يعني تحديدا مصر والأردن، بالتالي باعتبارهم دول الجوار أو الملاصقة أو المواجهة مباشرة مع الحدود الفلسطينية، وبالتالي سواء الأردن من الشرق أو مصر من الغرب. لذلك نحن نتحدث عن أن الضرورة الأساسية في قيادة المفاوضات القادمة مع الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تنطلق من المرتكز الأساسي الأول، وهو وحدة الصف الفلسطيني، بحيث أن يكون لنا قيادة واحدة وهي قيادة موجودة واحدة ولا أحد يستطيع أن يشكك في شرعيتها، ولكن موقفها ضعيف، موقفها يظل ضعيفا في أي مفاوضات قادمة دون وحدة وطنية. لذلك الرئيس أبو مازن عندما يذهب كان يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، ماذا لو تم الانسحاب من غزة؟ ماذا لو أعطيناك دولة وانسحبنا من غزة؟ هل تستطيع حكم غزة؟ هل تستطيع بسط سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة؟ نريد حكومة واحدة. لو وقعنا اتفاق سلام نهائي هل تضمن لنا أن يخرج لنا شخص أو اثنان من غزة ويقوموا بإطلاق مثلا صواريخ أو ما شابه من ذلك، وبالتالي يخرجون عن الاتفاق وبالتالي يعيدوا الصراع مجددا؟ إذن القيادة الفلسطينية يجب أن تلتزم وتلزم الفصائل الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية يجب أن تلتزم أمام الشعب الفلسطيني وأمام القيادة الفلسطينية بأنها تكون جبهة واحدة، قيادة واحدة، موافقة على عملية السلام، موافقة على المفاوضات بشكلها النهائي ضمن برنامج سياسي واحد، وإلا لن يكون لنا هناك لا دولة ولا مخرجات لمفاوضات. وأنا أثق بأن المفاوضات لن تأتي بثمارها، كما احنا نتحدث عن 30 عاما، الشهر القادم سيكون هناك 28 عاما لاتفاق إعلان اتفاق أوسلو، و30 عاما شهر أكتوبر سيكون 30 عاما مضى على مؤتمر مدريد إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط. ما الذي تراه في الأفق في المرحلة المقبلة؟ يعني أنا أتوقع أن يكون هناك بدء حراك أمريكي جديد في الساحة الفلسطينية مع العلاقات الفلسطينية الأمريكية، ومحاولة لجلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء بدء إعلان عن المفاوضات. ولكن قبل هذا سيكون هناك ضرورة على القيادة الفلسطينية أن توافق على، قبل أن يتم الموافقة على ذلك، أن توافق حكومة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس، شأنها شأن الأراضي الفلسطينية الأخرى، كما قلت لك في قبل ذلك. نعم، وكان كان لنا سابق حديث ستكون هناك ضغوط على الحكومة القادمة أيا كانت حكومة الاحتلال، سواء يسارية صهيونية متدينة متطرفة أيا كانت، سيتم الضغط عليها،
والضغط عليها يجب أن يبدأ من الإدارة الأمريكية للموافقة على إجراء الانتخابات كما جرت في 2006 وكما جرت في 2005 وكما جرت أيضا في 1996. كل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في القدس سائر الأراضي الفلسطينية يجب أن تعاد إجراءها فيها. هذه النقطة الأولى وهي نقطة الانطلاق للوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية وبناء أو تجديد الدماء والقيادة والدماء للكيان السياسي الفلسطيني والذهاب إلى المفاوضات بشكل وحدوي وبشكل إيجابي. النقطة الثانية أنا أتصور أنه يجب أن نستمر وأن تطلق يعني تطلق مصر بشكل عاجل وسريع جهود جديدة لضرورة إحياء جهود أو مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية لإعمار غزة على الأقل. يعني نحن نتحدث عن أن هناك عرقلة كبيرة جدا من أشقائنا في حماس، إخواننا في حماس للأسف الشديد يعني ذهبوا قبل فترة، كانت هناك مفاوضات حوارات داخلية في مصر، ذهب الوفدان ولم يعودوا. المفروض أن يتم استدعائهم والعودة إلى إطلاق حوارات على الأقل أن يكون هناك الاتفاق على آلية إعمار غزة، ولا يبقى الوضع على ما هو عليه كما نرى ونشاهد غزة في حالة كارثية. يجب أن تخرج من هذه الأزمة، هذا ما نتمناه في الحقيقة. دكتور أسامة، لدي سؤال عن الفلسطينيين اللي بيجبروا على هدم منازلهم والخروج منها، بيروحوا فين؟ يعني هم يعني يجبروا على الخروج من منازلهم ثم يجلسون بخيام وتأتي لهم بعض المساعدات من هنا وهناك، وبالتالي هذه كارثة ومأساة، ولا يخرجون من منازلهم، بمعنى يهدمون المنازل ويجلسون فيها في نفس المكان. لا يعني هو لو إن لم يهدم منزله سيوضع عليه مخالفات ويسجن ويعاقب ويحرم من كل مناحي الحياة. بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي مناطق جيم أتحدث، مناطق به أتحدث. الأمن الإسرائيلي هو الذي يسيطر بشكل كبير جدا، الصراع على كل شبر على كل سنتيمتر في الأرض، المنزل حتى لو كان مرخصا لا يحق لك أن تبني فيه وتجدده. يعني إذا قررت أن ترمم بيتك، أن ترفع مثلا تشيل السور هذا القديم وتبني سور جديد لأي سبب كان، ممنوع. إذا كان عندك شوية رطوبة، أجت عليك مطر رطوبة في الشقة وبدك تشيل المحارة وتجدد من الأبنى بجديد، ممنوع، فيش ترخيص، غير مسموح لك. أنت تفضل أن تعيش بهذا الوضع حتى يتم الضغط عليك للخروج. طبعا الفلسطينيين يصروا بشكل كامل بنسبة كبيرة جدا أن يصروا على هذا الأرض، يموتون فوق أراضيهم فوق منازلهم المدمرة ولا أن يخرجوا منها. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على وجودك معنا النهاردة. شكرا. في المشهد، وهذه الإطلالة على الوضع والوجود الفلسطيني وما يتعرض له من سياسات هدم جماعي. شكرا ليك، شرفتنا بوجودك. شكرا. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لنهاية المشهد اليوم، غدا إن شاء الله إطلالة جديدة، مشهد جديد عربي ودولي وعالمي. شكرا لكم.